بأمر وتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية في إطار التضامن الدولي على إثر الزلزال العنيف الذي مس عدة بلدان خاصة تركيا وسوريا. مدير الحملة المدنية قامت بإجراء ضرورية لتحضير الفرقة في ظرف وجيز الآن، حيث الفرقة الحان راهي مستعدة، يتم شحن عتاد على مستوى طائرة تابعة للقوة الجوية الجزائرية التي ستنقل هذه الفرقة إلى مكان الذي يحدد لنا في مجال تدخلاتنا. هذه الفرقة المختصة في تسير وإدارة الكوارث الكبرى لها من الكفاءة المهنية ما تسمح لها أيضا بتقديم الإسعافات الضرورية بحكم الإمكانيات الموجودة، خاصة الفرق المتخصصة قد ذكر على سبيل المثال فرق البحث والإنقاذ تحت الردوم التي تعتمد على وسائل حديثة جدا إلكترونية، وأيضا فرق الكلاب المدربة، في أيضا فرقة متخصصة في طب الكوارث التي أيضا مهام سوف تقوم بها في إطار عملياتنا التي سوف نقوم بها حين وصول هذه الفرقة المتخصصة التي مكونة من كما أشرت 86 عضو، الفرقة سنو تقنية من 6 كلاب مدربة و17 طن من العتاد التدخلي الذي سوف يسمح لنا بالقيام بعملياتنا الإنقاذية في احسن الظروف.